احنا كده لايف يا باشا اهو بدأ. بسم الله. لسه ما ظهرش على الفيسبوك حاجه. ظهر ظهر هو كده على الفيسبوك. اعمل شير لل لسه ما ظهرش على الفيسبوك حاجه. لا ظهر. ظهر هو كده على الفيسبوك. اعمل شير لل لسه ما ظهرش على الفيسبوك حاجه. لا ظهر. بس انا مستني ال حاضر هقفله دلوقتي. تمام كده مفيش صوت من ال من الفيسبوك. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. نبدأ بس نستنى الناس شوية تجمع. تمام. ونبدأ على طول. ماشي مفيش مشكلة. الصورة تمام يا محمد؟ الصورة تمام. طيب احنا ممكن نبدأ. تمام السلام اتفضل. عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في صالتنا النهارده. بنرحب بيكم كلكم في تاني حلقات برنامجنا ايديال ميشن ان بيدو سيشن، ومعانا في تاني حلقه دكتور عزيز علينا شخصيا، وهو دكتور اسلام سامي، دكتور طب الفم والاسنان جامعه الدلتا تخصص الاطفال. بنرحب بيك يا دكتور اسلام، اهلا بيك اهلا منورنا. وسهلا بيك يا محمد. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. يا ترى حضرتك هتكلمنا النهارده عن ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا هكلمكم عن الأفالجن وإزاي بنقدر نعمل له مانجمنت والبروجنوزس بتاع كل حالة. معاكم إسلام سامي كلبوش، مدرس مساعد في قسم طب أسنان الأطفال جامعة الدلتا. هنبدأ أول حاجة نتكلم إيه هو الأفالجن. الأفالجن هو كومبليكيشنز من الكومبليكيشنز اللي نتيجه التروما. تمام. السن الطفل او البيشنت لما بيحصل له تروما ممكن يحصل كومبليكيشنز على كذا مستوى. اول مستوى اللي هو السوفت تيشو، ممكن يحصل لاسيريشن في الجنجفا، ممكن يحصل بون فراكشر، ممكن يحصل مشكله في السنه نفسها ان السنه نفسها تتكسر، يحصل فراكشر في الكراون او في الروت. واخر حاجه عندنا هنتكلم عليها ان هي البروبلمز اللي بتحصل في السبورتنج ستراكشرز اللي هو ايه، بريدونتال ليجامنت والالفلر بون. تمام. الأفالجن هي واحدة من البروبلمز اللي بتحصل نتيجة التروما. تمام. عندنا ممكن أول حاجة تحصل في السبورتنج ستراكشر نتيجة التروما، الأول حاجة هي بنبدأ بالكونكشن اللي هو يا دوبك ارتجاج بسيط خالص في البريدونتال ليمنت أو السبورتنج ستراكشر وزاوت إني إيه بروبلمز، ما يحصلش أي كومبرمايزيشن في السبورتنج ستراكشرز. تاني حاجة ممكن يحصل عندنا الأكسيشن أو سبلاكسيشن، يحصل السبورتنج ستراكشر نفسه زي ما هو سليم، البريدونتال ليجامنت سليمه، بس حصل لاكسيشن بسيط خالص في السنه. بعد كده نخش على المرحله اللي بعدها اللي هو اللاترال لاكسيشن، وده بيبتدي يحصل بارشال تير في البريدونتال ليجامنت بتاعتنا والسنه تروح سواء ميزيال او ديستال على حسب الدايركشن اوف فورس. بعد كده نخش على حاجه اسمها الانتروجن، ان السنه بتدخل جوه السوكت نفسه. تمام. بيحصل لها ديسبيسمنت انسايد ذا سوكت. بعد كده بنخش على رابع حاجه او خامس حاجه الاكستروجن، وان السنه بيحصل لها ديسبيسمنت بس اوت اوف ذا سوكت، بس ما بتسيبش السوكت، هي بتفضل لسه جوه السوكت.
واخر حاجه عندنا في السبورتنج ستراكشر بروبلمز ايه الافالجن، ان يحصل كومبليت تير في البريدونتال ليجمنت والسنه تطلع بره الاورال كافيتي خالص وتطلع بره الايه السوكت. تمام. طب ايه المشاكل اللي هتترتب عليها ان حصل كومبليت تير في البريدونتال ليجمنت وحصل كومبليت ديسبلاسمنت اوف ذا توث اوت اوف ذا الاورال كافيتي؟ هيحصل دراينس في البريدونتال ليجمنت، وهيحصل قتل البلاد سبلاي اللي بتغذي البريدونتال ليجمنت دي، وهتؤدي الى نيكروزس في البريدونتال ليجمنت ونيكروزس في البلب تيشو. دي طبعا اول صوره بتوضح لنا سنه سنترالز حصل لها افالجن. تمام. ده السوكت بعد ما السنه يكون حصل لها افالجن. والصوره الثانيه بتوضح السنه ممسوكه من الكراون، وطبعا هنتكلم على موضوع ان احنا بنمسك السنه منين واحنا بنعمل لها reimplantation. تمام. وبيحاول يرجع السنه مكانها. الكوزز اوف افالجن، ايه اسباب الافالجن؟ اول كوز واشهر كوز ان الطفل بيلعب وقع على سنته حصل افالجن للايه للتوث. تاني سبب الكونتاكت سبورت، الرياضات اللي فيها التحام جامد وفيها خبط زي البوكس والكلام ده، بيحصل خبط تروما جامده تؤدي ايه الافالجن اوف ذا توث. تالت حاجه عندنا البالانس ديسوردرز، يعني الطفل عنده مشاكل في الاتزان. تمام. فبيقع كتير فده بيؤدي ايه لافالجن. واخر حاجه عندنا المال اوكلوجن. المال اوكلوجن سواء هو مولود بيها او اكوايرد نتيجه بات هابت، يعني الحالات اللي عندنا مثلا بتبقى كلاس 2 فيها بروتروجن جامد، الانتيريور توث بتبقى معرضه اكتر اللي هي اول حاجه تستقبل التروما، فبالتالي بيحصل فيها ايه افالجن الاسنان الاماميه. ازاي اقدر امنع الافالجن ده انه يحصل؟ تمام. الاطفال، بالنسبه للاطفال اللي بتلعب كونتاكت سبورت او بتوع كتير اثناء اللعبه، ممكن نستخدم لها دينتال جاردز. والدينتال جاردز دي في منها نوعين، في نوع ريدي ميد وفي نوع كاستم ميد. النوع الريدي ميد مشكلته ان هو بيبقى مقاس مش مظبوط على الطفل وبيعمل له اريتيشن وبيضايقه فما بيلبسوش، فبالتالي احنا بنخسر الفايده بتاعه الدينتال جاردز بتاعه، فبنروح للحل التاني اللي هو الكاستم ميد دينتال جارد، وده بياخد امبريشن عادي خالص وبيتعمل له في المعمل وبيبقى فيت عليه وما بيعملش اريتيشن وبيلبسه. تاني حاجه عندنا بنعالج المال اوكلوجن اللي عنده، سواء ان كان نتيجه ان هو كلاس 2 او في بروتروجن، او نتيجه اورال هابت زي الصمب ساكنج وده اللي بتسبب بروتروجن اوبن بارت. تالت حاجه عندنا طريقه ممكن نعالج بيها، ان احنا الطفل اللي عنده مشاكل في البالانس نوديه للفيزيشن وهو يعالج المشكله اللي عنده. لو طفل مثلا عنده مشاكل في الاذن الوسطى بتسبب له اختلال في الحركه وبيسبب ان هو بيقع كتير، فبنوديه للفيزيشن ويقدر يعالجه وان شاء الله ما يحصلوش افالجن بعد كده. incidence of avulsion، نسبة حدوث الافالجن. البيك بتاع حدوث الافالجن بيبقى في سن 7 ل 11 سنة، وبيحصل بنسبة 3 ل 1 في الميلز للفيميلز. نسبة الافالجن في البرايمري توث من 7 ل 13 ونسبة في المية، ونسبة البيرمننت افالجن او افالجن اوف بيرمننت توث بيبقى من 1 ل 16 في المية من اجمالي التروما اللي بيتعرض لها الاطفال. احنا زي ما قلنا ان التروما ممكن تاثر على حاجات كتير قوي، تاثر على السوفت تيشو وتاثر على البون وتاثر على السبورتنج ستراكشر بتاع السنه وتاثر على التوث نفسها، فمن اجمالي التروما هي دي الارقام اللي بيحصل فيها افالجن. اخر حاجه عندنا بنقول ان الاكتر سنه بيحصل لها افالجن هي ايه الابر سنترال انسايزرز، لان هي اول سنه تقريبا هي اللي بتبقى مواجهه في الايه في الفيس بتاع الطفل او البيشنت اللي بيجي لنا بالافالجن. اول ما بيحصل له تروما هي اول سنه بتقابل الفورس دي، الفورس دي تبقى شديده لدرجه ان هي تعمل كومبليت تير للسنه للبريدونتال ليجمنت ويحصل افالجن في السنه. تمام. قبل ما نتكلم عن المانجمنت والتريتمنت بتاعنا لازم نشوف الفاكتورز اللي هتاثر على التريتمنت ده. اول فاكتور عندنا هو الاكسترا الفلر دراي تايم. ايه هو الاكسترا الفلر دراي تايم؟ دلوقتي الطفل حصل افالجن للسنه والسنه بقت خارج الاورال كافيتي. تمام. الوقت اللي هتقعده السنه لحد ما يحصل لها ري امبلانتيشن تاني وزاوت ان احنا نحطها في ستورج ميديا هو ده الاكسترا الفلر دراي تايم، يعني السنه هتفضل ناشفه قد ايه بره الاورال كافيتي وما اتحطتش في ميديا. ده هيفرق معانا جدا في الايه في التريتمنت. تمام. وهنتكلم عليه في المانجمنت. تاني حاجه عندنا تايب اوف ستورج ميديا، هل الستورج ميديا دي هتقدر تحافظ لي على بريدونتال ليجمنت وهتبقى مغذيه للبريدونتال ليجمنت دي وتقدر تديها النيوتريشنال سبستانس اللي محتاجاها؟
تالت حاجه عندنا البكتيريال كونتمينيشن. غالبا لما بيحصل افالجن السنه بتقع في مكان بيبقى كونتمينيتد، بيبقى فيه بكتيريا وانتي ومايكرو اورجانيزمز وكده، فبنحتاج ان الميديا او الاستورج ميديا بتاعتنا دي تبقى ايه لها انتي بكتيريال افكت. واحنا برضو بنعمل اريجيشن بصاليم كده، كل ده نتكلم عليه في المانجمنت. الستيج اوف روت ديفلوبمنت، الستيج اوف روت ديفلوبمنت ده اللي هو هي السنه اوبن ايبكس ولا closed apex، الروت فورميشن نفسه الوولز بتاعته سن ولا ويك سن ولا ثيك ويك ولا الستراكشر بتاعتها كويس، كل الحاجات دي هتفرق معانا في الخطه العلاجيه بتاعتنا ان شاء الله. خامس سبب الكوبريشن اوف ذا بيشنت، لازم البيشنت يبقى كوبرتيف تمام، لان انا هجيب الطفل واعمل له ري امبلانتيشن واعمل له السوكيت واعمل اريجيشن للسوكيت واعمل سوتشرنج والكلام ده كله، فكل ده بيبقى بينفول والطفل بيبقى مخضوض والاهل بتبقى مخضوضه، فلازم البيشنت يبقى كوبريتيف عشان اقدر اعمل ايه الخطوات دي كلها. سادس حاجه معانا هو التايب اوف سبلينت، هنتكلم عن انواع السبلينت بالتفصيل قدام، بس التايب اوف سبلينت طبعا بيفرق معانا في الاستاكسس اوف تريتمنت. اخر حاجه عندنا الفيابيليتي بتاعت الايه البريدونتال ليجمنت. الفيابيليتي بتاعت البريدونتال ليجمنت دي بتتحدد على اساس حاجتين قلناهم في الاول، اللي هو الاكسترا الفلر دراي تايم والتايب اوف ستورج ميديا. دولت هم لو عمل لو 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 كانوا ايديال هيخلوا البريدونتال ليجمنت بتاعتي فاليبل واقدر ارجع اعمل لها ري امبلانتيشن تاني. تمام، مانجمنت اوف برايمري توث، لو حصلنا برايمري حصل لها افالجن، ريبلانت اوف ذا افالجد برايمري توث از كونترا انديكيتد. ليه بقى كونترا انديكيتد؟ لان احنا لما بنعمل، لان فلسفه طب اسنان الاطفال هو الحفاظ على الأسنان اللبنية والحفاظ على السبيس بتاعتنا تمهيدا للأسنان البرمنت، فإحنا لما بنتحط دايما في اختيار إن إحنا نحافظ على البرايمري ولا البرمنت بنختار إن إحنا نحافظ على السنة البرمنت، لأن البرايمري توس أنا ممكن أعملها ري إمبلانتيشن، بس في أغلب الأحوال بيحصل عندي أنكلوزس، وما يحصل أنكلوزس أو راديكولار سيست او يحصل ابسس او الكلام ده كله، كل ده هيأثر لي في النهايه على البيرمننت توث، سواء لو حصل راديكولار سيست بتبتدي يعمل مشاكل في الانامل ويعمل انامل هايبو مينراليزيشن، او انكلوزس ده بيعمل ديلي في الاربشن بتاع الايه البيرمننت توث. فلو اتحطينا في اختيار بين السنه البرايمري والسنه البيرمننت دايما لازم نختار السنه البرايمري. تمام، طب خلاص اخذنا السنه اللي حصل لها افالجن ورميناها، عايزين نعمل ايه تريتمنت للبيشنت دي؟ بنعمل عندنا حاجه كان في الاول بيعملوا حاجه اسمها سبون دينشر، ده بيبقى دينشر ريموفبل بارشر دينشر، بياخد الريتينشن بتاعه من البلد، بناخد امبريشن ونبعته المعمل ويجيبه لنا بالشكل ده، والطفل بيلزقه بيلبسه، بس ده مشكلته ان هو بيحتاج كوبريشن من البيشنت وبيحتاج ان هو يلبسه بشكل دائم، فده بيبقى بيعمل له مشاكل شويه. بعد كده عملوا حاجه تانية بتبقى فيكسد ابلاينس، هو عباره عن تو باند وواير، والواير ده محطوط فيه سن اكريل. تمام، التو باند دولت البيشنت بيجي لنا العياده بنعمل له باند سليكشن، وبعد كده بناخد امبريشن ونبعت الباند والامبريشن للمعمل، هو بيبتدي يلحم الواير ده مع الاكريليك توس في الباندات اللي احنا اخترناها ويجيبها لنا تاني، وده يبقى شكلها في الايه في بعد ما البيشنت بيلبسها. دي طبعا بتبقى فيكسد وبتتلزق بجلاس انور وتبقى الريزلت بتاعتها احسن، وما بنخافش بقى ان تقع من البيشنت وتضيع والكلام ده كله. بعد كده نتكلم على المانجمنت اوف برايمري توس، هو ده اللي يهمنا النهارده. تمام، المانجمنت اوف برايمري توس بيبقى على مستويين، اول مستوى هو ات انجري سايت في مكان وقوع الافالجن، يعني سواء في الملعب او في المستشفى او في الجامعه، لا مش الجامعه، في المدرسه للاطفال طبعا. والمستوى الثاني هو الدنتال اوفيس، لما الحاله بقى تجيلك العياده هتتعامل معاها ازاي. عندنا أو بنتعامل معها في emergency visit، في حاجات بنعملها في الجلسة الطوارئ اللي بيجينا فيها أول يوم، وفي second visit بتبقى تقريبا بعد من 7 إلى 10 أيام بنعمل فيها follow up والendodontic treatment بتاعتنا اللي بيحتاجه البيشنت. تمام، ايه هي دلوقتي؟ خلاص احنا هنتكلم، هنبدأ دلوقتي نتكلم على الانجري سايت، مكان الايه مكان حدوث الافالجن. تمام، اللي احنا كنا بنقول سواء في الملعب او في المدرسة او في التدريب، ايه اللي ممكن النصايح اللي احنا نقولها لما يكلمنا الكير جيفر؟ تمام، اللي الكير جيفر هيكلمنا يقول لنا ايوه يا دكتور سلام عليكم، احنا حصل عندنا كذا 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 والسنه معانا دلوقتي، ايه اللي احنا ممكن نعمله؟ ايه النصايح بقى اللي احنا نقدمها للكير جيفر؟ اول حاجه لازم تخلي ايه
تهدي الطفل. تمام. تاني حاجة لازم هنمسك السنة من الوايت بورد. تمام. ولازم تكلم الكير جيفر بالطريقة دي، لان هو انت هتقعد تقول له كراون وروت، هو مش هيفهم، هو مش هيفهم قوي الايه الكلام. فلازم تقول له امسك السنة من الوايت بورد وافويد تاتشنج ذا روت. تمام. ما تلمس الروت خالص. ليه؟ لان الروت ده بيبقى عليه البريونتا ليجمنت، واللي احنا هنحتاجها بعد كده في عملية الريبلانتيشن. خلاص هديت الطفل ومسكت السنه من كراون ومسكتش الروت خالص. لو السنه وقعت في مكان نظيف، تمام، هنعمل ايه؟ هنحطها تاني في الجو على طول، هنقول له حطها تاني في المكان اللي وقعت منه في السوكت، وخلي الطفل يعض على قطن او نبك. طب لو السنه وقعت في مكان ديرتي، هنخليه يعمل له رينزنج بالميلك او الصلاين لمده 10 ثواني وجنتل من غير سكرابنج للروت، تمام، لان عليه البريدونتا ليجمنت اللي احنا هنحتاجها في الري اتاتشمنت بتاعه السن. فالرينزنج يبقى جنتلي وبملك او بصلاين لمده 10 ثواني، وبعد كده الطفل بعد ما اتاكدنا ان السنه رجعت مكانها نخليه يقعد على نابكن او قطنه ويتوجه للعياده فورا. تمام. طب دلوقتي ده في الحالات ان احنا قدرنا نهدي الطفل ونعمل له ري امبلانتيشن للسنه. طب افرض الطفل كان صغير وعمال يعيط ويصرخ، وانا ما عنديش الخبره الكافيه والتدريب الكافي ان انا احط له السنه، هنلجأ للحل الثاني. الحل الثاني ان احنا لازم يبقى عندنا ستورج ميديا نخزن فيها السنه دي لحد ما تروح للايه للدكتور هو يتصرف. فاول حاجه كانوا بيقولوا عليها ان احنا نحط السنه في الباكال فيستيبيول، في بق الطفل نفسه، تمام، ويفضل تفضل في بقه لحد ما يروح للايه للدكتور. بس ده بيبقى عندنا مشكله في حاجتين، ان الطفل ممكن يبقى صغير قوي ويبلع السنه، او اصلا الطفل اللي حصل له تروما ده حصل له ايه مشكله في الليفل اوف كونشسنس، في الوعي، وما عادش فايق، فما ينفعش احط له السنه في بقه وممكن يبلعها. تمام. لو كل ده، لو انا ما قدرتش احطها في السلايفا بتاعت البيشنت وحطها في الباكل فيستيبيول بتاعه وتوجه بيها للعياده، لازم هضطر استخدم ستورج ميديا. تمام. ولازم الاستورج ميديا ده يبقى متوفر على طول واحطه بسرعه، لان البريدونتا اللي هي تحصل لها دي هيدريشن بعد 5 دقائق وبتبتدي تحصل المشاكل. تمام. هنتكلم دلوقتي عن انواع الاستورج ميديا وفي كذا نوع وايه افضلهم وايه الايديال ريكويرمنت بتاعت كل ايه اللي لازم تبقى موجوده في الاستورج ميديا علشان يحفظ لي على السنه. تمام. الايديال ريكويرمنت اوف ستورج ميديا، لازم اول حاجه يبقى النيوترال بي اتش ما يبقاش اسيدك عشان ما يدمرليش البريدونتال ليجمنت، لازم يبقى ليها انتي بكتيريال وانتي مايكروبيال افكت عشان يعقم السنه ويعقم الروت من الديرتي بليس اللي وقع فيه، ولازم يبقى فيه نيوتريشنال سبستانس عشان يحافظ لي على البريدونتال ليجمنت ويغذيها لحد ما يحصل لها ري امبلانتيشن ويحافظ على الفيابيليتي بتاعت البريدونتال ليجمنت زي ما قلنا، لان الفيابيليتي دي من اهم الفاكتورز اللي بتساعد في عمليه بتاثر في نجاح المانجمنت بتاعتنا. ولازم تبقى هاف جود شيلف تايم، ان هي بتبقى موجوده، مفروض كل الاستورج ميديا دي تبقى موجوده في كل مكان، تبقى موجوده في النوادي، في المدارس، تبقى موجوده عندنا متخزنه، طريق صلاحيتها بيبقى مده طويله، لان زي ما قلنا في الاول ان الافالجن ما بيحصلش على بنسب كبيره، هو يدوبك من 1-16% من حالات التروما كلها. فبنجيب ازازه وتبقى الجود شيلف تايم تقعد مده طويله، بحيث ان احنا ايه كل فين وفين لما يحصل عندنا افالجن نلاقيها ونلاقيها ايه صالحة للاستخدام. يعني اول نوع عندنا من الاستورج ميديا هو التاب ووتر، هي ميه الحنفيه. بس مشكله ميه هي ميزه ميه الحنفيه اللي هي موجوده في كل حته، بس مشكله ميه الحنفيه ان احنا ايه هنرجع بقى للايديال ريكويرمنت. اول حاجه ميه الحنفيه بتبقى فيها بكتيريا، والبكتيريا دي بتعمل كونتامينيشن للبريدونتال ليجمنت وهتاثر علينا ايه الفيابيليتي بتاعتها، و ما فيهاش نيتروجين سبستان، ما بتغذيش الايه البريدونتال ليجمنت. فالتاب ووتر ميزتها الوحيده ان هي حل متوفر في كل حته، اي حته نلاقي فيها ميه. تاني حل وهو السلاين، والسلاين بيستخدموه بس هو شورت تيرم ستورج فور افالجد توس، بيستخدم لمده ساعتين بس، لان هو ما فيهوش عناصر مغذيه زي المغنيسيوم والكالسيوم والجلوكوز اللي تقدر ايه تغذي الايه البريدونتال ليجمنت بتاعتنا، لان احنا قلنا النيتريشن بيتقطع والبلاد سبلاي بيتقطع كل حاجه انجينير، فلازم نديها تغذيه من بره. قالت حاجه عندنا وهي السلايفا، احنا قلنا السلايفا البيشنت بيحط السنه في الباكل فيستيبيول بتاعه بيتوجه بيها البريدونتال ليجمنت على طول، بس المشكله ان هي بتبقى شورت تيرم ستورج ميديوم، برضو ما ينفعش ان احنا نعمل ستورج لمده طويله، لان السلايفا بتعمل سويلنج في الممبرين في بريدونتال ليجمنت، وبيبقى فيها مايكرو اورجانيزمز برضو بتاثر على ايه البريدونتال ليجمنت. تمام.
خامس نوع معانا اللي هو اللبن. اللبن طبعا من احسن الحاجات اللي ممكن الاستورج ميديوم اللي احنا ننقل فيها الافالج التوس، لان هو فيه عناصر مغذيه زي الامونيا اسيدز والكربوهيدرات والفيتامينز. ومعلومه جانبيه عن اللبن، اللبن اللي احنا بنستخدمه علشان ننقل فيه الافالج التوس لازم يبقى لبن متبستر. ليه بقى؟ عشان اللبن اللي مش متبستر بيبقى فيه بكتيريا، وقلنا البكتيريا هتأثر على الايه، على البريدونتال ليجمنت بتاعتنا. تاني حاجه لازم يبقى اللبن ده سكيمد، يعني لبن خالي الدسم، لان الفاتس اللي موجوده في اللبن كامل الدسم بتغطي، بتعمل كوتنج للبريدونتال ليجمنت، بتغطيها وبتأثر على عمليه الهيلينج والري اتاتشمنت اوف بريدونتال ليجمنت تاني للالفلر بون سوكت. اخر نوع معانا اللي هو الهانس بالانسد سولت سوليوشن، وده محلول اللي بيستخدم تقريبا في نقل كل الاعضاء، يعني مثلا حد بينقل الكبد، حد بينقل القلب، حد بينقل الكلام ده كله، هو ده المحلول اللي بيستخدموه في نقل الاعضاء. هو افضل اختيار ولازم يبقى متوفر في كل حته، تمام، لان هو فيه كل الايدي ريكويرمنت بتاعت الاستورج ميديا اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هو بيبقى سترايل نون توكسيك باي كومباتبل ويز بريدونتال ليجمنت، البي اتش بتاعه نيوترال، وفي كل النيوتريشنال سبستانس اللي محتاجها ايه، الاورجانز، الاورجانز او الايه بريدونتال ليجمنت بتاعتنا. تمام، خلصنا كده، كده خلصنا الجزء، اول جزء في المانجمنت، واللي هو ايه الان انجري سايت، يعني في مكان وقوع الايه الافالجن او التروما بتاعتنا. تاني حاجه عندنا خلاص الطفل حفظنا السنه في ستورج ميديا محترم، وتوجهنا لايه دنتال اوفيس. دنتال اوفيس قلنا هتتقسم لحاجتين، ايمرجنسي فيزيت وسكند فيزيت او فولو اب فيزيت بعد اسبوع او 10 ايام. اول حاجه في الايمرجنسي فيزيت هنعمل ديتكشن، هنكشف على ايه، الطفل هيجي لنا هنشوف ال بسم الله الرحمن الرحيم، هنشوف في تيشو لاسيريشن ولا لا، هنشوف، هنعمل اكس راي نتاكد ان ما فيش اي فراكشر في المجزلة او الماندولا مكان الافالج التوس. لو في، لو السوكت نفسه حصل له كولابس مثلا، في بروكن وول في السوكت، يعني الباكل وول مثلا جت على اللينجوال وول، بندخل بلانت انسترومنت ونرجعها مكانها. تمام، خلاص اتاكدنا ان السوكت تمام وكل حاجه تمام، هنبتدي نبص نشوف ايه، ان السنه دي اوبن ايبكس ولا كلوزد ايبكس، لان الاوبن ايبكس ليه لاين اوف مانجمنت، والكلوزد ايبكس ليها لاين تاني اوف مانجمنت. تمام، اول خلاص كشفنا وعملنا اكس راي وتاكدنا ان السنه ايه اوبن ايبكس. تمام، دي سكيما للايه للتريتمنت اللي احنا هنمشي عليه. تمام، السنه خلاص جالنا كشفنا على السوفت، عملنا سوفت تيشو اكزامينيشن وعملنا هارد تيشو اكزامينيشن، وظبطنا السوكت ان هو ايه يستقبل ايه السنه بتاعتنا. طب لو السنه حصل لها ايميديت ري امبلانت، يعني هو جالي، هو رجع السنه مكانها وعض عليها، تمام، وجالي العياده، تمام، انا هعمل ايه؟ هل هطلع السنه واعمل اللي انا بقوله؟ لا مش هطلعها، انا بسيب السنه مكانها وبعمل بس يا دوبك رينزنج للسايت بتاع الانجري. تمام، وبعمل بعد ما بعمل رينزنج للسايت اوف انجري بتاكد ان مفيش اي تيشو لاسيريشن، ولو في تيشو لاسيريشن ببتدي اعالجه. تمام، واعمل السوتشرنج بتاعي وابتدي اعمل ايه السبلنت بتاعي، هعمل سبلنت للتوس. تمام، والسبلنت هنتكلم عليها قدام، الايدر ريكويرمنت بتاعتها وهي ايه انواع السبلنت، بس دلوقتي احنا بنشرح التريتمنت هنقول السبلنت على طول. تمام، دي اول حاله، حاله اوبن ايبكس اتزرعت على طول في مكانها. تمام، وده احسن برجنوزس في الافالجن، اوبن ايبكس واتزرعت على طول في ايه مكانها. تمام، ده بس اللي انا هعمله في الامرجنس فيزيت، يا دوبك هعمل رينزنج للسايت اوف انجري وسوتشرنج للسوفت تيشو وسبلينتينج، بس ده اللي هنعمل. تاني حاجة لو الاكسترا اولر دراي تايم بتاعنا ده اللي كنا بنقول عليه في الريسك فاكتور بتاع السكسس، لو الاكسترا اولر دراي تايم بتاعي اقل من 60 دقيقة او السنة اتحفظت في ستورج ميديم كويس، تمام، اوبن ايبكس، سنة اوبن ايبكس واتحفظت في ستورج ميديا كويس، او الاكسترا اولر دراي تايم بتاعها اقل من 60 دقيقة، ده انا هعمل ايه؟ هجيب السنة، همسكها من الكراون، مش هاجي ناحيه الروت خالص، الروت هتعمل عليه عن طريق ان انا هعمل اريجيشن للروت بشويه صلاين كده، بغسل الروت اتاكد ان هو ما فيهوش اي ديبري او اي كونتامينيشن، بعد كده ببص على السوكت بتاكد ان السوكت ما فيهوش اي بروكن وول جايه، يعني الباكل وول جايه على اللينجوال وول، ولو في اي بروكن وول
برجعها تاني ببلانت انسترومنت تمام، واعمل اريجيشن كويس قوي للسوكت، بعد كده بعمل جنتل ريمبلانت للايه للسنه، بدخلها بالراحه خالص تمام، بعد كده بعمل لها ايه سبلينتنج لمده اسبوعين تمام. اخر حاجه عندنا لو سنه اوبن ايبكس قعدت في الاكسترا اورال دراي تايم بتاعها قعد اكتر من 60 دقيقه، لو السنه قعدت اكتر من 60 دقيقه ده بيسموه ديليد ريمبلانتيشن، وده اقل بروجنوزس ممكن نحصل عليه في سنه افالجن، وفي اغلب الاحوال بيبقى الجول او الهدف منه الريمبلانتيشن ده ان احنا نحافظ بس على الالفلر بون كونتور، عشان بعد كده لما نيجي نعمل امبلانت نلاقي عظم ونلاقي سوفت تيشو محترمه نقدر نعمل عليها ايه ريمبلانتيشن وما ياثرش على الايه الاستاتكس بتاعت الايه بتاعت السنه، لان في اغلب الاحوال بيحصل ريزوربشن او انكلوزز للسنه اللي بيحصل لها ديلي ري امبلانتيشن تمام. ايه بنتعامل معها ازاي بقى؟ بنزرعها على طول السنه اللي فيها ديلي ري امبلانتيشن؟ لا، احنا اول حاجه بنعمل سكرابنج للروت كويس قوي، لان خلاص الروت بيبقى عليه البريدونتال ليجمنت قعدت اكتر من ساعه، فكده ما عادتش فايبل، ما عادش ينفع احطها، بقت نيكروتيك، فبالتالي لازم اعمل سكرابنج كويس قوي. الروت الار سي تي بتاعنا ممكن اعمله اكسترا اورال، يعني السنه معايا في ايدي بعمل لها تريتمنت بتاعها في ايدي، وبعد كده طبعا السوكت بيبقى حصل له كواجوليشن وتجلط في الدم، فلازم اشيل الكواجوليشن دي كلها واعمل اريجيشن كويس قوي للسوكت، وبعد كده احط السنه في 2% من صوديوم فلورايد، اعمل لها اغطسها كده في 2% من صوديوم فلورايد، لان ده بيقلل حدوث الايه الانكلوزس، وبعد كده بعمل لها ايه احطها جنتلي في السوكت واعمل لها سبلينتنج برضه لمده 4 اسابيع مش اسبوعين. يبقى اول حالتين الاميديت ريمبلانت والاكسترا اورال اقل من 60 دقيقه واتحطت في ستورنج ميديا كويسه، ده بعمله سبلينتنج لمده اسبوعين بس. الحاله الثالثه بعمل لها سبلينتنج لمده 4 اسابيع، وبتوقع ان هي بتبقى باد بروجنوزس، بيحصل انكلوزس او ريزوربشن في السن كده. احنا خلصنا المانجمنت بتاعت الامرجنسي فيزيت في الاوبن ايبكس، هنخش بقى على الايه على الكلوزد ايبكس. لو سنة الايبكس بتاعها كلوزد وحصل لها immediate ريمبلانت هنتعامل معها بنفس الطريقه بالظبط، اللي هيختلف بس هو في الايه في السكند فيزيت اللي هنتكلم عليها كمان شويه. السنه جات لي قال لي والله انا رجعتها، ما السنه اول ما طلعت من بق البيشنت احنا غسلناها كويس بالسلاين ورجعناها مكانها وخليناها يعض وجينا لحضرتك على طول. كل اللي هعمله برده ان انا اعمل كليننج لمكان الانجري بكلوروهكسيدين او بسلاين، وهعمل سوتشرنج لاي تيشو لاسريشن لقيته عندي تمام، وهتاكد ان السنه موجوده في البوزيشن المظبوط بتاعها، وهعمل لها سبلينتنج لمده ايه اسبوعين تمام. بعد كده الاحتمال التالي ممكن نلاقيه ان السنه كلوزد ايبكس ما اتزرعتش في مكانها، بس ما عداش عليها اكتر من 60 دقيقه او اتحطت في ستورج ميديا كويس زي الاتش بي اس اس اتش بي اس اس تمام، اللي يقدر يحافظ على ايه الفايبيليتي بتاعت البريدونتال ليجمنت. هعمل ايه؟ هعمل برضو نفس اللي انا عملته في الاوبن ايه ايبكس، واللي هيختلف معانا في السكند فيزيت بس. ايه اللي هعمله؟ ان انا هعمل كلينج للروت كويس قوي، اعمل اريجيشن للروت بسلاين او بسلاين، وبعد كده اعمل اريجيشن للسوكت واتاكد ان السوكت ما فيهوش اي بروكن وولز، واشيل اي كواجريشن موجوده في الـ في الـ في السوكت بتاعي، وارجع السنه مكانها تاني واتاكد ان هي في الرايت بوزيشن، واعمل لها سبلينتنج لمده اسبوعين. ثالث اخر احتمال معانا في كلوزد ايبكس، اللي لو السنه حصل لها اكسترا اورال تراي تايم اكتر من ساعه او ما اتحطتش في ستورج ميديم كويس، دي برضو بنسميه ليتري امبلانتيشن، وبتبقى بور بروجنوزس طبعا مع اللونج تايم، وبيحصل انكلوزس وريزوربشن في السنه، والجولز بتاعتنا قلنا ان احنا بنحافظ على الاستاتكس بتاعت البون والجنج في نفسها، عشان بعد كده لما يحصل انكلوز او ريزوربشن في السنه ونضطر نخلعها نلاقي عندنا بون كويس نقدر نعمل فيه امبلانت. نفس التكنيك بالظبط، بجيب السنه بعمل سكرابنج كويس قوي للنيكروتيك سوفت تيشو اللي موجود عليه من البريدونتال ليجمنت، وبعد كده بعمل اندو كويس والسنه، ممكن اعمل اندو والسنه قبل الري امبلانتيشن تمام، وبعد كده بعمل بشيل الكواجيليشن اللي موجوده في السوكت واعمل اريجيشن كويس، واحط برده السنه في صوديوم فلورايد شويه كده، عشان ده بيقلل نسبه حدوث الانكلوزس. يبقى ده اللي انا هعمله في الامرجنسي فيزيت بس تمام.
دي طبعا صور بتوضح دي صوره بتوضح الاوبن ايبكس ودي صوره بتوضح ايه الكلوزد ايبكس ودي صوره بتوضح التيشو لاستريشن اللي انا ممكن الاقيه في سايت اوف انجري. بعد كده احنا طبعا كل حاجه كنا بنقول عليها ايه لازم نعمل له سبلنت لازم نعمل له سبلنت لازم نعمل له سبلنت. كنا بنتكلم على الحاجات الايميديت ري امبلانت والاكسترا اورال اقل من 60 دقيقه او ستورج ميديوم بنعملها سبلنتنج لمده ايه اسبوعين. ايه الحاجه اللي كانت بتبقى اكسترا اورال بتاعها اكتر من 60 دقيقه او ما اتحطتش في ستورج ميديا كويس دي نعمل لها سبلنتنج لمده 4 اسابيع. طب السبلنتنج ده كل واحد اي سبلنت بحطه؟ لا السبلنتنج ده ليه في منه تايبس. عندنا اول تايب اللي هو الفليكسيبل والسيمي ريجيد وتاني تايب هو ايه الريجيد سبلنت. تمام السبلنت ده عشان يبقى اقدر اقول عليه سبلنت هيفيد السنه وهيديني جود بروجنوزس في الافالجن بالذات لازم يبقى ليه ايديال ريكويرمنت. ايه هي الايديال ريكويرمنت بتاعتنا في حالات الافالجن؟ اول حاجه ان هو يساعد السنه ان يساعد البريدونتال ليجمنت اللي هو حصل له ري اتاتشمنت وافويد الايه الريسك اوف تروما يعني يمنع ان يحصل تروما تاني. تمام طبعا الطفل بيبقى جاي لي في حاله منهار وبيعيط والاهل برده بيبقوا منهارين فلازم استخدم حاجه ايزي الابلاي وايزي الريموف ان انا احطها بسهوله واشيلها بسهوله. تمام تالت حاجه ان هو لازم يعمل استابلايزيشن للسنه في مكانها الصحيح. تمام يعني ما احطش السنه يبقى ايه هو ضاغط عليها بطريقه معينه مخليها مش في مكانها ايه الكوركت بوزيشن بتاعها في القرش. تمام رابع حاجه عندنا هي واهم حاجه اللي هي اللاو الفيسيولوجيكال توث موبيليتي تو ايد ان بريدونتال ليجمنت هيلينج. يعني السنه دايما احنا اسناننا ما هي الثابته مكانها زي الحجر بيبقى فيها فيسيولوجيكال موفمنت بسيط قوي وده بيمنع الايه الانكلوزس. تمام وده من اهم اسباب ان احنا بنستخدم فليكسيبل او سيمي ريجيد فيكسيشن ان هو بيدي فيسيولوجيكال موبيليتي للسنه فما يحصلش انكلوزس. تمام عندنا شويه برضو اي ريكويرمنت ثانيه ان هو بيبقاش بيبقى طبعا الطفل جاي لك عنده انجري وكده فالسوفت تيشو بتبقى اوريدي انفليمد فيبقاش ايه ما يبقاش الريتنت للسوفت تيشو اقدر من خلاله اعرف اعمل بالب تيستنج للسنسيتيفيتي ولو احتجت ادخل اندودونتك تريتمنت اقدر ادخل من خلاله. تمام يحافظ لي يحافظ ان هو الطفل او البيشنت او الشخص اللي حصل له افالجن ده يقدر يحافظ على الاورال هيجين مانجمنت بتاعه من طريقه ما يبقاش انترفين عامل انترفيرنس للاكلوجن يبقى شكله مناسب ومقبول للطفل ومريح بالنسبه له. كل الحاجات دي تديني ايه ايديال سبلنت. تمام هنتكلم هنوريكم امثله للسبلنتات. اول مثال عندنا هو ده فليكسيبل او سيمي ريجيد سبلنت يبقى كومبوزيت هو واير بيتجاب بيتحط على السنه ويتحط فوقيه كومبوزيت ويتثبت بالمنظر ده. في ناس قالت ان احنا ممكن نستخدم كومبوزيت لونه مختلف شويه عن الانامل او الشيد بتاع السن الانامل بتاعنا عشان واحنا بنشيله ما نعملش ايه ما ناذيش الانامل بعد كده. تمام لازم احنا بنعمل سبلنتنج مثلا لو حصل مثلا افالجن في الابر رايت سنترال لازم اسند على سنه لاترال جنبيه والسنه ايه سنه جنبه ميديال والسنه جنبه ديستال. تمام ده اقل ايه من اقل حاجه اقدر اعمل لها فيكسيشن سنه ميديال وسنه ديستال للايه الافالجيت توكس. تمام تاني نوع معانا واللي هو الكومبوزيت اند فينش فيشنج لاين سبلنت ده بيبقى كومبوزيت وبنستبدل الواير بتاعنا بخيط صيد بيبقى عباره عن خيط نايلون بيبقى سميك شويه. تمام وبنعمل له فيكسيشن على الاسنان عن طريق الكومبوزيت. ثالث نوع معانا اللي هو الاورثودونتيك واير اند براكت سبلنت ده في مشكلتين اللي هو بيبقى ريتنت شويه للسوفت تيشو ولو اتحط بطريقه مش مظبوطه ممكن يعمل فرصه على الاسنان ويعمل لنا مشاكل في الاورثودونتيك بروبلمز بعد كده. رابع نوع معانا واللي هو الفايبر سبلنت ده بنجيب شريط ريبون وبرده نفس الكلام نحطه على الاسنان ونحط كومبوزيت وبيبتدي يعمل لي سبورت للايه للاسنان. في ناس برده قالت واحنا بنعمل سبلنت ده يفضل ان احنا نحطه ايه من البلت السايت او البلت الاسبكت علشان يبقى شكله ايه مقبول بالنسبه للحاله. طبعا اخر نوع معانا في الفليكسيبل سبلنتس اللي هو التيتانيوم تروما سبلنت وده بيبقى زي شريط من التيتانيوم بنثبته على الاسنان بكومبوزيت برضو بس مشكلته ان هو بيبقى ايه غالي شويه. بعد كده نخش على ريجيد سبلنتس
ومشكلة ريجيد سبلنت قلنا اللي هو بيسمحش بالفيسيولوجيكال موفمنت بتاعة الأسنان تمام، فبالتالي بيحصل انكلوزس ايه بنسبة كبيرة، فعشان كده ما بنستخدموش في حالات التروما. طب امتى بنستخدم الريجيد سبلنت؟ الريجيد سبلنت بنستخدمه بس في حالة لو حصل افولجن و ماكسيلاري فراكشر او ماندبل فراكشر، لازم يبقى فيه كسر، فكده اجباري هضطر ارجع للايه للريجيد فيكسيشن تمام. يبقى ريجيد فيكسيشن ما بستخدموش غير مع حالات الفراكشر. اول نوع عندنا هو الارش بار سبلنت بالشكل ده قدامكم. تاني نوع عندنا ان انا بعمل فيكسيشن للاسنان كلها على بعضها عن طريق كومبوزيت دايركت كومبوزيت، مش الكومبوزيت بيتحط فوتون كده على كل سنه ويبقى فيه واير هو اللي ماسكهم، لا ده كل بجيب الاسنان والحم الاسنان كلها بعض بكومبوزيت، ده برضو ايه نوع من انواع الريجيد فيكسيشن تمام. احنا قلنا اول فيزيت عندنا قلنا اول حاجه في الانجري سايد، بعد كده انتقلنا للامرجنسي فيزيت. ايه الانستراكشنز اللي لازم اقولها للبيرنت بين الزيارتين؟ اول حاجه عندنا اول حاجه عندي لازم اديله سيستميك انتي بايوتيك لمده اسبوع، هياخد بنسلين لمده اسبوع تمام، والدوز طبعا بتتحدد على ايه على حسب عمر الايه الحاله. تاني حاجه هيمشي على كلوركسيدين رينسس فور 7 دايز، هيعمل مضمضه لمده 7 ايام. طبعا لازم ياكل سوفت دايت لمده اسبوعين، ياكل اكل طري ما ياكلش اي حاجه ناشفه لمده اسبوعين. التوث براشنج بتاعنا يبقى عن طريق سوفت براش، وريفير تو الفيزيشن علشان يقول له هتاخد تيتانوس ولا لا، هو الفيزيشن بتاعه هو اللي يحدد له اذا كان هياخد تيتانوس توز ولا لا. خلصنا وجالنا الايه طفل في السكند فيزيت. السكند فيزيت دي يا اما هعمل فيها فولو اب يا اما هعمل فيها اندودونتيك تريتمنت يا اما هتدخل فيها. الحاله اوبن ايبكس وحصل لها ري امبلانتيشن في نفس الزياره تمام، انا بعمل فولو اب بس ما بتدخلش في الحاله خالص تمام. طب لو يا دوبك بجيبه اعمل له اكس راي اطمن ان مفيش اي ايه راديو لوسنس واي مشاكل في الروت، بسيبه خلاص بعمل بفضل اعمل له ايه فولو اب وخلاص. طب لو الحاله اكسترا اورا الاكسترا اورا الدراي تايم بتاعها اكتر من اقل من ساعه او اتحطت في ستورج ميديا كويس، نفس الكلام برضو بجيبه بعمل له فولو اب بس ما بتدخلش خالص في الايه في الحاله تمام. تالت حاجه عندنا الاكسترا اورال دراي تايم بتاعنا اكتر من 60 دقيقه، ودي اصلا كنا في اول جلسه عملنا لها اندودونتك تريتمنت برضو بعمل لها ايه فولو اب بس ما بتدخلش خالص في الحاله، وبتاكد ان مفيش اي ايه انكلوزس حصل او ريزوربشن او راديولوسنس موجود عندي. نفس الكلام في الايه في الكلوزد ايبكس، لو سنة ايميديت ريمبلانت حصل لها ايميديت ريمبلانت دي بقى مش بعمل لها فولو اب. ليه انا بعمل فولو اب للاوبن ايبكس ما بعملش اندودونتك تريتمنت، وليه انا بعمل اندودونتك تريتمنت في الكلوزد ايبكس؟ في حاله الاوبن ايبكس انا عندي السنه اماتيور والايبكس كبير، فده بيساعد ان يحصل ريفاسكولاريزيشن تاني للسنه، والسنه بتريجين الفيتاليتي بتاعتها تمام، فما بحتاجش ان انا اعمل لها ايه اندودونتك تريتمنت تمام. ان عكس الكلوزد ايبكس، الايبكس بيبقى ضيق قوي فما بيحصلش ايه ما السنه ما تقدرش تستعيد التغذيه بتاعتها او يحصل لها ريفاسكولاريزيشن، فانا بضطر ادخل ايه واعمل ايه اندودونتك تريتمنت. طب امتى بعمل الاندودونتك تريتمنت ده؟ هل بعد ما بشيل السبلنت؟ لا، بعمله بعد 7 ل10 ايام تمام. قبل ما اشيل السبلنت لازم اكون عامل ايه اندودونتك تريتمنت بتاعنا من 7 ل10 ايام من ايه وقت التروما تمام. هيجي لي البيشنت بعد 7 ايام هبتدي اعمل له ايه اندو في السنه ايه اللي اتعمل لها ايميديت تريمبلانت وخلاص، واعمل له فولو اب يجي لي بعد 4 ايام كمان ولا حاجه، اشيل له السبلنت وابتدي اعمل له ايه فولو اب بس. طب لو سنه كلوزد ايبكس، كلوزد ايبكس الاكسترا اورا دراي تايم بتاعها اقل من 60 دقيقه واتحطت في ستورج ميديا كويس، نفس الكلام بالظبط اللي هعمله مع الايميديت ايه ريمبلانت توس، هجيبه بعد 7 ل10 ايام والسبلنت بتاعي يبقى لسه موجود في مكانه، واعمل لها اندودونتك تريتمنت وابتدي اتابعها واعمل لها فولو اب. طب السنة الكلوزد ايبكس احنا قلنا اصلا ان احنا في اول جلسة عملنا لها اندودونتك تريتمنت وزرعناها مكانها، وببتدي اعمل لها فولو اب بس عشان اتاكد ان ما حصلش انكلوزس او انكلوزس او ريزوربشن في السنة او في اي راديولوسنس. ايه الاوتكم اللي انا بستناها بعد ما اعمل ري امبلانتيشن للسنة؟ عندي فيفربل اوتكم وان فيفربل اوتكم، نتائج كويسة ونتائج مش كويسة.
اول حاجه في النتائج الكويسه في حاجات كومن في الاوبن ايبكس والكلوزد ايبكس، اللي هي ايه؟ ان السنه تبقى سيمتوماتيك، تبقى فانكشنال، تبقى فيها نورمال موبيليتي، ما تبقاش موبايل خالص، اللي هي الفيسيولوجيكال موبيليتي اللي اتكلمنا عليها، نورمال لامينا ديورا، نو سنسيتيفيتي تو بيركشن، ما فيش اي راديولوسنس موجوده او روتري ريزوبشن. طب ايه الحاجه المميزه اللي انا هلاقيها في الاوبن ايبكس او اللي انا منتظرها الفيفربل اوت كوم دي في كل حاجه؟ ايه الفيفربل اوت كوم بقى اللي انا منتظرها في الاوبن ايبكس؟ ان السنه يحصل لها كونتينوت روت فورميشن. لو انا الروت عندي كان اوبن ايبكس او قصير شويه، يبتدي يحصل كلوزد في الايبكس، وممكن يحصل انكريز في اللينس بتاع الايبكس كمان بتاع. يبقى دي فيفربل اوت كوم بستناها في الايه، في الاوبن ايبكس. وهو ده بيدل ان حصل ريفاسكولاريزيشن تاني للايه، للسنه، والسنه ريجين الفيتاليتي بتاعتها، والبلب بقى فيتال، والسنه ايه الحمد لله عدت ونجحت ايه عمليه الامبلانت بتاعتها. في بقى لا قدر الله بيبقى انفيفربل ايه اوت كوم، في حاجات برضو كومه بين الاوبن ايبكس والكلوزد ايبكس. الاوبن ايبكس بلاقي فيه سويلنج، ولاقي فيه ساينس تراكت، بلاقي فيه اكسسيف موبيلتي، بلاقي فيه انكلوزس، بلاقي فيه راديولوسنس، بلاقي فيه روت ريزوربشن. وده طبعا بيبقى حصل فيلير في الريم بلانت بتاعتنا، وهضطر ايه اتدخل تاني في الايه في الحاله. طب انا دلوقتي لما يحصل فيلير في الكلوزد ايبكس، انا بدخل اعمل اندو، تمام؟ انا عندي كده بقى حصل فيلير في الاندو نفسه، مش في الريم بلانتيشن بتاعي، تمام؟ طب في الاوبن ايبكس بقى لما يحصل فيلير، انا حطيت السنه وما اتدخلتش اصلا، انا حطيت السنه واستنيت ان هو يحصل لها ريفاسكولاريزيشن لوحده، تمام؟ انا ما عملتش اي دونتك تريتمنت، ما اتدخلتش خالص. طب ايه التدخل اللي انا ممكن اعمله في السنه الاوبن ايبكس، تمام؟ اما اجي اتدخل في السنه اوبن ايبكس لازم يبقى عندي شويه حاجات اخد بالي منها، تمام؟ ايه هو الروت نفسه، الكونديشن بتاعت الروت. لو بشوف الروت السيكنس بتاعت الوول، بشوف الايبكس نفسه اوبن لانهي درجه، وبشوف كراون روت ايه ريشيو. طب انا لو جالي سنه حصل فيها مشاكل، عملت لها هي اوبن ايبكس واتعمل لها ايميديت امبلانت ريمبلانتيشن، او كان الاكسترا اورال دراي تايم بتاعها اقل من 60 دقيقه، واتحطت في ستورج ميديا كويس، وحصل لها فيلير، حصل سويلنج، حصل راديو لوسنس، حصل اي مشكله، وجات لي بعد اسبوعين فيها المشاكل دي، انا اتدخل اعمل ايه؟ هبص على الحاجات دي، ابص على الروت سيكنس، الروت وول سيكنس، واشوف الديجري اوف اوبن ايبكس، واشوف الكراون روت ايه ريشيو. لو كل الحاجات دي عندي فيها مشكله، يعني الوول نفسه سن، الوول الدنتين سن بتاع الروت، الايبكس اوبن قوي، الكراون روت ريشيو بتاعتنا اقل من 1:1، هضطر اعمل ايه؟ ريفاسكولاريزيشن، تمام؟ طب لو الروت بتاعنا السيكنس بتاعه كويس، والاوبن ايبكس مش كبير قوي اقدر اقفله بام تي اي، والكراون روت ريشيو بتاعتنا 1:1 او اكتر، الروت 2:1 مثلا، هنا هتدخل واعمل ايه؟ ايبكسيفيكيشن، تمام؟ الكونترا انديكيشن بتاعت الامبلانتيشن، ايه الحالات ان انا ما اعملش فيها ريامبلانتيشن غير لو السنه برايمري اللي قلناها في اول الايه السيمينار. اول حاجه عندنا اللي هو السيفير كاريستوس، يعني السنه اصلا بادلي ديستراكتد، ما لهاش لازمه ان انا ارجعها. واحد عنده بريدونتال سيفير بريدونتايتس مثلا، تمام؟ صعب قوي يحصل هيلينج البريدونتال ليجمنت. واحد سيفير انكنترولد دايابيتيك، سنانه كلها لوس اصلا. واحد عنده كونجنتال هارت ديزيز، هحط له السنه وتبقى سورس اوف كونتامينيشن، وممكن تحصل له مشاكل في الهارت بسبب سنه، فاحسن ان انا ما ازرعهاش تاني. واخر حاجه خلاص، واحد عنده منتال ديسابيليتي او انكنترولد سيسيف ديزيز، يعني طفل كل شويه بيتعرض لنوبات صرع وبيقع وبيتخبط، ومش هيقدر يحافظ على السنه بتاعته، وهي اصلا بتبقى ويك في حاله السبلينتنج اللي احنا بنبقى عاملينها، فالافضل ان احنا ايه ما نزرعهاش، عشان هي ممكن تقع ويبلعها. اني كويشن؟ في اي اسئله؟ حد محتاج يسال اي اسئله؟ بشكر جدا حضرتك دكتور اسلام، شكرا. يا شباب اللي حابب ان هو يكتب اي اسئله للدكتور في الموضوع اللي الدكتور اتكلم عليه، في اي موضوع من موضوع الدكتور كليه، ممكن يكتب في التعليقات.
ما شاء الله يا دكتور، البرزنتيشن جميل جدا، والمعلومات اللي حضرتك اديتها النهارده كانت جميله جدا. الف شكر جدا لحضرتك. شكرا يا محمد، انا مبسوط ان انا كنت معاكم النهارده، وبشكر الدكتور الاستاذ الدكتور هاله هزاع والاستاذ الدكتور احمد عثمان واسره طب اسنان الاطفال بجامعه الدلتا كلها، ان هم منحوني الفرصه دي ان انا ابقى معاكم النهارده. ألف شكر لحضرتك يا دكتور، شرفني. شكرا، السلام عليكم. مع ألف سلامة. شكرا لكم يا شباب على الحضور.